كل من آذاني فإني أبلغه الآن بأني قد سامحته لوجه الله تعالى. بس ما تعيده، ما تعيده، الله يرضى عليك يا رب. طيب، واللي أنا آذيتهم أنا أطلب منهم السماح. الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم صدق المسامحة لوجه الله، يعني يوم القيامة يا أحبابنا، مشان ما نوقف ونتحاسب، لا لا، خلينا الآن نتسامح مشان ما نتحاسب يوم القيامة، مشان ما نتحاسب مع بعضنا هداك الحساب العام أو الحساب الثاني. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بأن يدخلنا الجنة من غير حساب. والله إذا الله بيدخلنا الجنة من غير حساب، يا الله، من كيف يا رب.